مشان هيك اللي عم بقوله انه الانسان مفروض يشوف لبعيد مش آنيا. في خضم المعركة الرئاسية سربت أوساط صحفية خبراً يشير إلى عودة اسم رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود إلى الواجهة، فهل يمكن أن يعود لحود إلى قصر بعبدة؟ وفي السياق نشرت جريدة النهار خبراً مفاده أن اسم الرئيس الأسبق إميل لحود طرح لرئاسة الجمهورية من قبل أحد السياسيين الذين لم تنقطع زياراته لدمشق. ونقل المقال حواراً دار بين هذا السياسي ومجموعة من الصحفيين سائلاً الحضور: ألا تعتقدون أن لحود هو الأجدر بأن ينتخب مجدداً لرئاسة الجمهورية نظراً لتجربته في سدة الرئاسة الأولى؟ وللاستضاحة أكثر عن صحة هذه المعلومات تواصلت الجديد مع المحلل والكاتب السياسي إبراهيم ريحان الذي رأى أن الكلام عن طرح اسم الرئيس لحود للرئاسة مزاح سياسي وحظوظه غير موجودة. الكلام عن طرح الرئيس اسم الرئيس إميل لحود للرئاسة الكلام لا يعد كونه مزاح سياسي، لأن حظوظ الرئيس لحود مش ما بدنا نقول منا عالية، غير موجودة. يعني إذا نحكي هنا عن حليف سوريا الرئيسي مثلا مثل سيمان فرنجي إنه عنده حظوظ نص بنص، بس الأكيد أنه الانتخابات الرئاسية حسب الظاهر رايحة نحو تسويق. كما أكد ريحان أن لبنان يتجه نحو الفراغ الرئاسي. اسم لرئاسة الجمهورية هذا الأمر مرهون بالتطورات الإقليمية والتطورات الدولية، وحتى الساعة ما في أي طرح جدي بالأسماء، يعني نحن رايحين نحو فراغ. بس لأنه نرجع نحكي أنه باسم الرئيس إميل لحود بشكل أساساً عقبة لما يمثله هو أساساً كشخص من صورة للحقبة السورية الماضية بلبنان، وكونه كان رئيس جمهورية لما اغتيل الرئيس رفيق الحريري وما يشبه ذلك من الأسباب. يعني فالرئيس لحود غير مطروح، وإن كان يطرح من باب المزاح فقط لا أكثر. يبدو أن المعركة الرئاسية باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتسويات التي تدور في المنطقة، لاسيما وأن البلاد على موعد مع مرحلة مصيرية في ظل التحولات الدولية.